تسبب الإعلامي اللبناني إيلي باسيل بإثارة بلبلة واسعة بين محبي النجمة نانسي عجرم، وذلك بعد نشره صورة أوحت بانفصالها عن زوجها. خصمك أسيبك لا. تشتهر علاقة الثنائي نانسي وزوجها فادي بالحب والتفاهم، فقد مضت سنوات طويلة على بداية حياتهما الزوجية، واعتاد الجمهور رؤيتهما سوياً في الأفراح والشدائد. أنا مبسوط كل يوم بتكريم نانسي، بدي أقول لها أنه النجاح بيلبق لها لأنه بتضل على طبيعتها. من هنا أحدثت الصورة التي نشرها باسيل جدلاً واسعاً على منصات التواصل، ورغم أن الصورة ليست بجديدة إلا أن تعليقه عليها كان مريباً، إذ كتب: عاتب ولوم من غير فراق، أكيد هنوصل لاتفاق، لو مش عشاننا في حد بينا ممكن يضيع من الفراق. ما دفع للتكهن بإمكانية طلاقهما وربط الأغنية بأطفالهما. ما خلفش بنا، ما شبعش من الحنية، وما دقش الحلوي. البعض شك بالخبر مؤكداً على العلاقة التي تجمع بين الزوجين، متمنياً لهما دوام السعادة والهناء، لكن البعض الآخر انتظر ريثما يتبين الأمر. وبالفعل دحض زوجها فادي الهاشم عبر مقطع صوتي في الليلة نفسها ما يتم تداوله، ومؤكداً أنه في طريقه إلى المنزل، معبراً عن حبه لها بالقول: نانسي أمانة. مستغرب من طلعت الخبرية، هلأ نازل طالع هلأ على البيت لشوف شو القصة. على كل حالة لا ما تعطي الأهم، أكيد نانسي أمانة. أما مدير أعمالها جيجي لامارا فرفض الرد على هذه النوعية من الشائعات، ساخراً من التجني على الفنانة رغم عدم تدخلها في حياة الآخرين وحبها لفنها وأسرتها ومحبيها، فاكتفى بالتصريح: كل اللي بيتقال شائعات وليس له أي أساس من الصحة، ودكتور فادي هو الآن مع زوجته ولم يحدث أي انفصال. ولكن رغم النفي التام من الأطراف المعنية، إلا أن الجمهور تساءل عن سبب انتشار هذا الخبر، وأن لا دخان من دون نار، فخرج أحد المقربين من نانسي ليصرح بمعلومات كشفت عن السبب. قالت المعلومات إنها مجرد أكاذيب تأتي قبل وبعد أي نجاح تحققه الفنانة التي تتمسك بأسرتها كثيراً رغم كل أنشطتها الفنية، لكن حفلها في معرض إكسبو دبي اقترب، وكأن الهدف هو التشويش على هذه المشاركة قبل حصولها وإلهاء الرأي العام بموضوع لا أساس له على الإطلاق.